بالنسبة أيضا لأخبارنا النهاردة، في مؤتمر صحفي مهم للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، هتتكلم فيه المنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا. كمان وزارة المالية هتبدأ صرف مرتبات شهر إبريل بالعلاوات الجديدة والحافز الإضافي اللي وجه بيه سيادة الرئيس، أيضا غير الماتشات المهمة اللي هتتلعب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وكمان الدوري الإنجليزي. خلينا نتابع. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية هيعمل مؤتمر صحفي حول مستجدات جائحة كورونا في شرق المتوسط ومعدلات التطعيم والتحورات الجديدة للوباء. كمان النهاردة هتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات إبريل بالعلاوات الجديدة وزيادة الحافز الإضافي، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة دار الأوبرا المصرية هتنظم أمسيات رمضانية متنوعة، وهيكون في حفلة على مسرح النافورة لشيخ المنشدين محمود ياسين التهامي، وهيضم مجموعة من قصائد المديح النبوي والابتهالات والقصائد الصوفية التراثية. وبالنسبة لعشاق الدوري العام المصري، موعدهم النهاردة مع مباراة الجونة وسموحة في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، وده هيكون الساعة 9:30 بالليل. وفي الدوري الإنجليزي هيكون في عدد من المباريات المؤجلة من جولات مختلفة في المسابقة. هيلتقي إيفرتون مع ليستر سيتي، وتشيلسي مع أرسنال، ونيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس، وده هيكون الساعة 9:15 مساءً. أما مباراة مانشستر سيتي مع برايتون هتكون في تمام الساعة 9 مساءً.